على هذا النجاح وعلى هذا التطور وعلى هذه المشاركة، وكذلك أيضا رئيس أعضاء مجلس الإدارة تواجد معي في المنصة الرئيسية الآن لهذه الأشواط الرئيسية والرموز لحصولهم على المراكز الأولى في هذه الأشواط. لفوز اليوم شوط اللقاية بكار نبأ لسالم حمد سالم المري من دولة قطر، ألف ألف مبروك هذا الفوز والتتويج لحصولهم على هذا الرمز. مبروك مبروك بفوز شوط لقاية بكار نبأ لسالم حمد سالم المري من دولة قطر الشقيقة. مبروك لكم جميعا على هذا الإنجاز، ولدولة قطر الشقيقة أيضا في دولتهم الثانية نقول لكم مبروك مبروك على هذه الصدارة القوية لحصولهم على الشوط الأول في هذا الصباح. مبروك مبروك، يستاهل يستاهلون. مبروك لحصولكم على هذا الرمز باسم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، تسليمهم لهذه الجائزة. مبروك. كذلك أيضا شوط لقيان قعدان لفوز ضاري لصغير محمد سيف المنصوري من دولة الإمارات العربية المتحدة، ألف مبروك على هذا الفوز والتتويج. مبروك مبروك يا المنصوري في هذا الفوز والتتويج لحصولهم على هذه المسابقة وعلى هذا التحدي في هذه البطولة 17 على التوالي بدعم من سموه الكريم حفظه الله ورعاه. مبروك مبروك بتسليم هذه الجائزة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لهذا الشوط. شوط الشيوخ لحصول على هذا السباق من لقاية بكار شمعة لهجن العاصفة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ألف مبروك على هذا الفوز والتتويج. مبروك مبروك هجن العاصفة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مبروك مبروك على هذا الإنجاز وعلى هذا التحدي. مبروك هجن الرئاسة، عفوا هجن العاصفة، هجن العاصفة مبروك، هجن العاصفة لدولة الإمارات العربية المتحدة بفوز شمعة لقاية إبكار على هذا الرمز. دولة الإمارات هجن العاصفة مبروك لكم جميعا على هذا الفوز والتتويج. مبروك. الآن الرمز الرابع لشوط الشيوخ لقاية قعدان، الفائز لهجن الشحانية دولة قطر الشقيقة، ألف مبروك على هذا الفوز والتتويج. والمضمر جالب سامر جابر سالم جابر علي بن فاران، مبروك مبروك على هذا الفوز والتتويج لحصولهم على هذا الرمز دولة قطر الشقيقة هجن الشحانية. مبروك على هذا الإنجاز وعلى هذا التحدي لحصولهم على هذا الناموس. مبروك مبروك لدولة قطر هجن الشحانية لحصول الفائز على المركز الأول، وألف ألف مبروك. شكرا رئيس وأعضاء مجلس إدارة على هذا الدعم الكبير بتواجدهم معنا في مثل هذه المسابقات. شكرا. الآن وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة في هذه الفقرة المسائية بعد ما انتهينا الفقرة الصباحية 16 شوط، وانتقلنا أيضا فترة المسائية 12 شوط، وبعدها أيضا إن شاء الله سوف نشاهد ونستمتع يومي قدر الله تعالى الساعة 6 صباحا في مشاركة وتميز والتحدي أيضا ما بين هذه المسابقات التي تعني الكثير. نستودعكم الله إن شاء الله يومي قد، إلى اللقاء.